السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أصدقائي، اليوم جبت لكم تطبيق آخر. المرة اللي فاتت كان عندنا تطبيق اللي هو تطبيق ماي روبين هود، الذي هو جديد، الذي قلنا يشبه تطبيق الأسمور المشهور. الآن لدينا تطبيق جديد. ندخل إلى التطبيق، سأترككم رابط التطبيق في الوصف. هو تطبيق مشهور، لديه شروحات كثيرة في اليوتيوب، ويوجد عديد من المنصات مثلا أوفرتورو. ندخل، لم نشغل في بي ان بعد. لديك عروض كثيرة، هنا لدينا منصة أجيم، لدينا عروض كثيرة. دقيقة نشغل في بي ان. سأترك لكم رابط الفي بي ان هذا، سأترك تجدون كل الروابط في الوصف. في بي ان على امريكا، ندخل الى منصة اوفرتورو. لدينا عديد من التطبيقات يمكنك الحصول منها على نقاط كثيرة، مثال بينغو بليت هذا، سيوجد عليه شروح كثيرة. وفي المرة القادمة سأضع فيديو أشرح لكم فيه هذه المهمات وكيف تفعيلها. لديك الكثير من التطبيقات، كثير يوجد عليها شروح كثيرة في اليوتيوب. سندخل إلى منصة أجيم، لديك الكثير والكثير من النقاط. إن كنت متابر في يوم، يعني ستشحن في يوم أو في ظرف يومين ستأتي ببطاقة جوجل، أو عندك فري فاير أو بابجي، يمكنك شحن جوائر فري فاير أو شدات بابجي. نذهب إلى طرق السحب الآن. لدينا عديد من طرق السحب، لدينا شدات بابجي 50، الكثير من طرق السحب. لدينا 120 جوهرة ب 3500، لديك 231 جوهرة ب 7000 كوينز. هذه طرق، ولديك ايضا بطاقة جوجل بلاي تركية ب 10500، ولديك بطاقة جوجل بلاي أمريكية ب 35000 نقطة. يعني لديك العديد من تقدر تسحب بطاقات ستيم أيضا، يعني تطبيق جيد جدا، يمكنك العمل عليه والسحب منه بأسهل، يعني أسهل تطبيق. نزلت جديدة، المزيد من التشجيع إن شاء الله. السلام عليكم.